ولا من أجل هذا أو ذاك، يثبت. وإن تزلزلت الجبال، وإن عصفت العواصف، فيثبت على الحق. هذه مستمعة من الرياض لها مجموعة من الأسئلة، تقول في السؤال الأول: أسمع عن السلف، من هم السلف يا فضيلة الشيخ؟ السلف معناه المتقدمون، فكل سلف، فكل متقدم على غيره فهو سلف، فهو سلف له. ولكن إذا أطلق لفظ السلف فالمراد به القرون الثلاثة المفضلة، الصحابة والتابعون وتابعوهم، هؤلاء هم السلف الصالح. ومن كان بعدهم وسار على منهاجهم فإنه مثلهم على طريقة السلف، وإن كان متأخرا عنهم في الزمن، لأن السلفية تطلق على المنهاج الذي سلكه السلف الصالح رضي الله عنهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أمتي ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي لفظ: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي.